السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد. إيه أمن طريقة ممكن الواحد يعمل بها روت لتليفونه، سواء تليفون حديث أو قديم؟ في طرق كتيرة اتكلمنا عنها، ولكن الطريقة دي هي الأمن والأفضل بالنسبة ليا كفني وبالنسبة ليك كيوسف. والطريقة تكون كالتالي، إن أنت اللي هتعمل الروت بإيدك عشان يكون آمن 1000000%. وعشان تعمل كده أنت مش محتاج غير ملف الروم الخاص بتليفونك، أو ما يسمى بالفلاشة أو أيا كان المسمى بتاعه. أنت مش محتاج غير الملف ده فقط، ومن خلال الملف ده هنقوم بعمل الروت. طب هتحمل ملف الفلاشة الخاصة بيك منين؟ أقول لك، في أكتر من موقع بيقدم لك الفلاشات دي مجانا، لكن انا هقول لك على افضلهم واسهلهم، وهو الموقع الاول سام موبايل، والموقع الثاني سامسونج. الاثنين دول تقدر تحمل منهم اي فلاشه لاي هاتف سامسونج مهما كان الموديل الخاص بيه. عشان كده هسيب لك الرابط بتاعهم في الوصف اسفل الفيديو، ويلا بينا نتابع الشرح. اول حاجه هنعملها، خلينا نتاكد اذا كان التليفون عليه روت ولا لا من خلال تطبيق روت تشيكر اللي هسيبه لك اسفل الفيديو ان شاء الله مع التطبيق الماجيك. زي ما احنا شايفين مفيش روت. اللي عليها دلوقتي هخش على الاعدادات، واروح على حول الهاتف، واضغط على البيلد نمبر 7-8 ضغطات عشان افعل خيارات المطور. ارجع تاني واخش على الاعدادات عشان الاقي خيار جديد ظهر معايا اللي هو الديبلوفر اوبشنز او خيارات المطور. افعل الاو اي ام انلوك او الغاء قفل الشركه المصنعه. كده بالنسبه لي عايز افتح البوت لودر الاول عشان اقدر اعمل الروت. كل عليا دلوقتي ان انا هشبك كابل اليو اس بي في التليفون واكون ربطه بالكمبيوتر، وبعد كده اضغط على زر الباور عشان اعمل اعاده تشغيل. اول ما التليفون يفصل معايا كده اضغط على زر رفع وخفض الصوت مع بعض، رفع وخفض الصوت بس من غير الباور، عشان يدخل معايا على الشاشه الزرقاء اللي هتظهر معانا دلوقتي زي ما احنا شايفين كده. هنا بيقول لي لو عايز تعمل فتح البوت لودر هتضغط رفع الصوت ضغط مطول. هنضغط هنا قيمه 5-6 ثواني ضغط مطول على رفع الصوت عشان يفتح معانا البوت لودر. هنا عايز ياكد معايا فبيقول لي اضغط رفع الصوت عشان ياكد ويعمل اعاده تشغيل. هنضغط رفع الصوت مره، هيبدأ معنا في عمل إعادة تشغيل للتليفون. ننتظر لحد ما يخلص. طبعا ظهرت معنا الرسالة دي اللي بتعرفنا ان البوت لودر مفتوح. بعد ما بيخلص بندخل الإعدادات بتاعتنا العادية لحد ما يفتح معاك التليفون عادي. لازم تبقى عارف ان فتح البوت لودر بيعمل ضبط مصنع للتليفون، يعني لو اي حاجة على التليفون لازم تشيلها الاول عشان مفيش حاجة تمسح من عندك وترجع تدعي عليه. كده احنا فتحنا البوت لودر وجاهزين ان احنا نعمل روت للتليفون. زي ما قلت لك اسيب لك تطبيق الماجيسك وتطبيق روت تشيكر اسفل الفيديو ان شاء الله. كل عليك هتخش تحمل ملف الروم الخاص بتليفونك زي ما قلت لك من موقع سامسونج او سام موبايل، برضه هسيب لك الروابط بتاعتهم اسفل الفيديو. هتيجي تاخد تطبيق الماجيسك وملف الاي بي من الفلاشه بتاعتك بعد ما تفك الضغط عنها، هتاخدهم وتروح تحطهم في ذاكره التليفون سواء بقى الداخليه او الخارجيه ايا كان. ملف الاي بي و تطبيق اللي هو الماجيسك هتحطهم في ذاكره التليفون الداخليه او الخارجيه، وبعد كده نتوجه للتليفون تاني. هنروح على الذاكره او على الملفات، هنلاقي تطبيق الماجيسك هنثبته ونعمل له انستول. بعد كده نقول له اوبن، نروح رايحين على خيار انستول، بعد كده نختار سيلكت، يفتح لنا الذاكره بتاعتنا الداخليه. هنختار ملف الاي بي اللي احنا لسه حاطينه في الذاكره، وبعد كده نضغط جو ننتظر لحد ما يخلص معانا عمل باتش للملف الاي بي اللي من خلاله هنقدر نعمل الروت. العمليه دي يعني على حسب التليفون بتاعك وقدرته، فهو ما بتطولش يعني ان شاء الله. المهم ان هو ساعه ما يخلص يقول لك اول دان زي ما احنا شايفين تحت كده. نرجع تاني على الكمبيوتر، خش على الذاكره، نروح على الداونلود، هنلاقي فيه اللي هو الملف اللي هو صنعه لنا مكتوب عليه الماجيسك باتشد، هنحطه على الديسكتوب، وبعدين نروح نفتح ملف الاودن او برنامج الاودن ونختار بقيه ملفات الفلاشه اللي احنا محملينها، وسيب ملف الاي بي على ما يحمل من على التليفون للكمبيوتر. تختار كل الملفات اللي انت محملها. طبعا لو مش عايز تختار اللي هو ملف اليوزر داتا ما تختاروش عادي، بس تروح على الاوبشن وتشيل الاوتو ريبوت عشان ما يعملش اعاده تشغيل بعد ما يخلص. بعد ما يخلص نقل ملف الاي بي هنحطه برضو في برنامج الاودن، هنختاره من هنا
اللي احنا صنعناه بايدينا، نتاكد ان احنا شايلين العلامه من هنا، وبعد كده نروح على التليفون نقفله وندخل وضع داونلود بالضغط على زر رفع وخفض الصوت مع بعض مع شبك كابل اليو اس بي، بعد كده نضغط على ستارت في برنامج الاود. زي ما قلت لك عشان تخش على وضع الداونلود هتقفل التليفون وتشبك كابل اليو اس بي وتضغط على زر الباور ورفع وخفض الصوت مع بعض عشان يدخلك على الشاشه اللي احنا شايفينها من شويه، وبعد كده تضغط رفع الصوت مره يدخلك على الشاشه دي. تضغط ستارت في برنامج الاودن عشان يبدا في تنزيل. كده هو يعتبر خلص معانا، قال لي تم. هنروح على التليفون هتضغط على زر الباور وخفض الصوت مع بعض ضغط مستمر عشان يعمل معاك اعاده تشغيل، واول ما الشاشه تسود على طول هتضغط باور ورفع صوت، يبقى باور وخفض الصوت عشان يعمل اعاده تشغيل، وبعد كده باور ورفع الصوت. تستمر في الحركه دي لحد ما يدخلنا على وضع الريكفري. احنا عايزين ندخل على وضع الريكفري عشان نعمل ضبط مصنع او فورمات. زي ما ظهر معاك كده قدامك هتروح على فورمات داتا، وبعد كده تقول له فاكتوري داتا ريسيت، وتنتظر لحد ما التليفون يفتح معاك. دي تاني مره هنبقى عملنا فيها فورمات، فلازم تبقى عارف اي حاجه على التليفون لازم تكون عينها او واخد منها ملف، يعني نسخه منها عشان ما تتمسحش من عندك. هتنتظر لحد ما يفتح معاك الاعدادات العاديه خالص اللي احنا عارفينها ولسه عاملينها من شويه. هتدخل اعداداتك العاديه، اللغه والبلد والكلام ده كله، لحد ما يفتح معاك التليفون. طبعا هتربط على الشبكه، بعد ما التليفون يفتح معاك هتربطه بكابل اليو اس بي وتروح على الكمبيوتر تاخد برنامج روت تشيكر والماجيسك وتحطهم في الذاكره الداخليه للجهاز للتليفون بتاعك ايا كان نوعه، سواء الذاكره الداخليه او الخارجيه. هتروح على الملفات وتدور على المكان اللي انت حاطط فيه التطبيقات، بعد كده نثبت اول حاجه تطبيق الماجيسك، هتوافق على التثبيت من خارج المتجر، تعلم هنا، وبعد كده تقول له انستول، تثبت تطبيق الماجيسك الاول، وبعد كده هنفتحه بعد ما يخلص تثبيت ان شاء الله. العمليه سهله وبسيطه، ما تفتكرش ان العمليه طويله كده او فيها مشكله، لا هي سهله وبسيطه، خطواتها بسيطه جدا، بس هي المشكله في اعاده التشغيل والفورمات والحاجات اللي بتحصل دي اللي بتعطل شويه. اما العمليه بسيطه وامنه مليون في الميه ان شاء الله. بعد كده تقول له اوبن، هيفتح معاك تطبيق الماجيسك. عشان نفعل الروت هنضغط هنا على اوكي، هيقول لك بعد 5 ثواني هيعمل اعاده تشغيل، وكده هيتفعل معانا الروت ان شاء الله. هو هيعمل اعاده تشغيل دلوقتي، ننتظر لحد ما يعمل اعاده تشغيل ونرجع تاني عشان خاطر نثبت تطبيق الروت تشيكر عشان نفحص اذا كان الروت اتفعل على التليفون ولا لا. زي ما قلت لك الطريقه دي تنفع على اي تليفون ايا كان، طريقه امنه مليون في الميه وانت اللي بتصنع الروت بايدك. بعد ما يفتح معاك التليفون هنروح دلوقتي برضو، خلينا نروح دلوقتي على الذاكرة الداخلية او المكان ما انت حافظ فيه التطبيقات عشان نثبت تطبيق اللي هو الروت تشيكر عشان نفحص اذا كان الروت اتفعل معانا ولا لا. هو ده تطبيق الروت زي ما قلت لك، هسيبه لك اسفل الفيديو ان شاء الله. هتضغط على تثبيت، تنتظر ثواني لحد ما يثبت معانا. بعد ما يخلص تثبيت هنرجع ندور على التطبيق اللي ايه هنا، نضغط عليه نفتحه، يطلب معانا الاعدادات العاديه اللي في الاول، هنقول له اي اجري، بعد كده هنقول له جيت ستارتد. هتيجي هنا تقول له فيريفاي روت او فحص الروت، هيظهر معانا زي ما احنا شايفين اديله الصلاحيه عشان يقدر يعني يعرف اذا كان في روت ولا لا، وطالما ظهرت معانا يبقى كده الحمد لله تمام وتم عمل الروت بنجاح. زي ما احنا شايفين تم عمل الروت ومفيش اي مشكله خالص. زي ما قلت لك الطريقه بتنفع على اي جهاز تقدر تشتغل عليه بنفس الطريقة. أهم حاجة تحمل ملف الروم يكون خاص بتليفونك ويكون نفس إصدار الحماية على التليفون، لازم تأكد على الحتة دي، نفس إصدار الحماية. يا ريت يا جماعة تخلي بالكم من الحتة دي عشان ما تخسرش التليفون بتاعك. وفي النهاية يا ريت تكون استفدت من الفيديو وقدرت أقدم لك معلومة تهمك وتفيدك، ويا ريت لو كنت استفدت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة أول ما تنزل. كان معاكم مجدي منظور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.